ازيك يا باشا؟ النهارده بقى هنكمل الكيميكال ترانسميتورز. الكيميكال ترانسميتورز مقصود بيها ازاي هيتصل البري جانجليونيك اللي كان بيعمل ريلي بالبوست جانجليونيك، ازاي ده هيوصل الاوردر للنيورون اللي بعده مع ان هما منفصلين عند الجانجليا. تمام جدا، ازاي ده هيحصل؟ ده عن طريق كيميكال ترانسميتر، مواد كيميائية كده بتتصل ب ريسبتور زي نظام قفل ومفتاح، بحيث ان لما الترانسميتر ده يمسك في ريسبتور خلاص كده البوست جانجليونيك هيفهم الإشارة اللي جاياله، سواء كانت إشارة استيميليشن او اشاره انهبيشن، يعني اشاره محفزه او اشاره مثبطه. طب احنا عندنا نوعين في الاوتونوميك نيرفس سيستم، عندنا السمباثيك وعندنا البارا سمباثيك. السمباثيك كان بيبقى جا طالع من اللاترال هورن سيل في السباينال كورد، لو اعتبرنا ان ده السي ان اس، ده البرين مثلا والبرين ستيم، وده السباينال كورد او ده الحبل الشوكي، وده اللاترال هورن سيلز وليكن مثلا بتاعت السواسك، سواسك 9 مثلا، هيطلع منها بري جانجليونيك اهو يوصل لحد الجانجليا، ومن عند الجانجليا هيطلع منها بوست جانجليونيك. تمام، هيوصل للإفكتور اورجان بتاعي اللي هو ممكن يكون مصل او جلاند. كان دايما في الطب افكتور اورجان يا اما مصل يا اما غده جلاند، وطالع منها بوست جانجليونيك اهو رايح للبلاد فيسلز بتاع السكيليتال ماسلز، الاوعيه الدمويه بتاعه العضلات المخططه السكيليتال ماسلز والسويت جلاند. طيب والبابا سمباثيك كان بيطلع من كرينيو ساكرال او كرينيو سيكرال، ماشي ده السي ان اس اهو، ده السباينال كورد، ودي اللاترال هورن سيل مثلا بتاعت S2 و3 و4، هيطلع منها بري جانجليونيك هيتحد مع بعض وهيعمل لي بعد كده البلفيك نيرف اللي هو البوست جانجليونيك. وكنا بنقول في الباور سمباثيك ان البوست جانجليونيك بيكون شورت لان عاده الجانجليا بتاعته بتكون تيرمينال. طيب الكيميكال ترانسميتر بقى في الاوتونوميك كله عاده بتكون اسيتايل كولين. هناخد تفاصيل مهمه جدا عن اسيتايل كولين ده. الاسيتايل كولين ده هو الكيميكال ترانسميتر المهم جدا في الاوتونوميك. عشان يشتغل الاسيتايل كولين ده بيمسك في ريسبتور، يبقى هنسمي الريسبتور كولينيرجيك ريسبتور. طيب يبقى الاسيتايل كولين ده موجود فين او بيتفرز فين؟ بيتفرز في كل البارا سمباثيك، يعني الباور سمباثيك جانجليا دي اللي هي تيرمينال جانجليا، البيبي جانجليونيك ده هيخش هنا في التيرمينال جانجليا يقوم مطلع في الحته دي كده اسيتايل كولين، يلاقي هنا ريسبتور على اول على رؤوس البوست جانجليونيك، هنا في ريسبتور اسمه كولينرجيك ريسبتور، يقوم متصل بيه والبوست جانجليونيك ده ياخد الاشاره ويكمل معانا لحد ما يوصل للافكتور اورجان. على الافكتور اورجان على الافكتور اورجان يقوم فارس برضه اسيتايل كولين ويعمل لي الاكشن بتاعي. تمام جدا. السمباثيك هيطلع من اللاترال هورن سيلز وليكن بتاع السواك ولمبا تي 9 زي ما احنا مش عاطينها كمثال. التي 9 هيطلع منها البيبي جانجليونيك اهو يوصل للجانجليا وليكن سمباثيك جانجليا او كلات والجنجليا، يقوم مطلع اسيتايل كولين. فالاسيتايل كولين يمسك في ريسبتور هنا في الحته دي كده هنسميه كولينرجيك ريسبتور، هيمسك في ريسبتور هنا يقوم البوست جانجليونيك مكمل تمام، ويروح للافكتور اورجان اللي هو يا مصل يا جلاند، ويفرز هنا مور ادرينالين. يبقى مور ادرينالين ظهر فين؟ في البوست جانجليونيك سمباثيك بتاع كل الاورجانز، ما عدا ايه بقى؟ ما عدا السويت جلاند، يعني البوست جانجليونيك سمباثيك
اللوايح للسويت جلاند هيفرز هنا اسيتايل كولين، واللوايح للبلاد فيسل اوف سكيلتال مسل هيفرز هنا اسيتايل كولين. اصلا السويت جلاند ليه السويت جلاند دي اتفرز عندها اسيتايل كولين؟ لان هي بتعمل سيكريشن، والجهاز المسؤول عن السيكريشن او الافرازات هو الباراسمباثيك سمبثاتيك والبلاد فيسلز اوف سكيلتال مسل. يبقى ببساطه خالص الكيميكال ترانسميترز اللي عندي اسيتايل كولين في كل حته في الجسم ما عدا البوست جانجليونيك سمباثيك اللي رايح لكل السمباثيك ما عدا السويت جلاند والبلاد فيسلز اوف سكيلتال مسل. طيب هيكون رايح لهم نور ادرينالين. ناخد نحاول في شويه صور كده حلوين نبص عليهم. دي مثال بسيط عن كل الكيميكال ترانسميتر الموجودة في الجسم. يعني ايه؟ في حاجة اسمها كاتيكولامين. كاتيكولامين ده عشان لما تعرفها عبارة عن دوبامين نور ادرينالين او نور ابنفرين وابنفرين، هما دولا لو قابلتك كلمة كاتيكولامين معناها دوبامين نور ادرينالين وابنفرين. طيب ممكن يقابلك في الطب بقى في كيميكال ترانسميتر في الطب اسمه سيروتونين، وده بيتفرز في الدماغ لما بتاكل شوكولاته كتير او بتشرب قهوه بيطلع السيروتونين ده. طبعا برضه لما في الحب وكده بيطلع السيروتونين. طيب الاسيتايل كولين اهو ده الكيميكال ترانسميتر بتاع البارا سمباثيك اسيتايل كولين. طيب في برضه اسيتايل في كيميكال ترانسميترز جايه من الامينو اسيدز، اشهرهم جابا، وده انهبيتوري كيميكال ترانسميتر في الدماغ جابا. وده موجود مثلا في صيدليه في دواء اسمه لابيكا. طيب جلوتاميت و جلوتاميت وجلوتاميت ده كيميكال ترانسميترز برضه ريليتد او درايف دون من مشتقه من الامينو اسيدز. الصور دي جميله جدا، يقول لك ان الادرينالين ده كيميكال ترانسميتر بيطلع في حاله الفايت والفلايت، مسؤول عن الايه، عن الاكشن والحرب والحاجات دي والعنف. يعني نو ادرينالين بنسميه الكونسنتريشن نيو ترانسميترز، مسؤول عن التركيز. لما تكون مركز قوي يبقى النو ادرينالين ده بيطلع الكيميكال ترانسميترز ده. طيب الدوبامين بنسميه البليجر نيو ترانسميترز، السعاده او الانبساط يعني. السيروتونين بنسميه المود نيو ترانسميتر. طيب بنسمي الجابا كالمينج نيو ترانسميتر، كالمينج نيو ترانسميتر. بنسمي الاسيتايل كولين ليرنينج نيو ترانسميتر، والجلوتاميت ده الميموري نيو ترانسميتر، والاندورفين او المورفين بنسميه الايفوريا او الانبساط قوي يعني دماغ عاليه جدا مسؤول عنها الاندورفين، موجود في المورفين والايه والافيون. طيب بنقول ايه بقى هنا؟ الصوره دي حلوه جدا برضه. الصوره دي بتقول لك ان البارا سمباثيك اهو، كل البارا سمباثيك سواء ده بري جانجليونيك اهو بيطلع هنا اسيتايل كولين، يجي هنا الجنجلي داخل الجنجلي، الاسيتايل كولين هنا هيمسك في ريسبتور هنا ويسلم للبوست جانجليونيك نيرف اللي هو ده، والبوست جانجليونيك برضه هيفرز الاسيتايل كولين. يبقى كل الاسيتايل كولين ايه طلع لي او استخدم الكيميكال ترانسميتر اللي هو الاسيتايل كولين. تمام جدا. السمباثيك هيستخدم لي هيستخدم في البيبي جانجليونيك لما يوصل للجنجليا اسيتايل كولين عادي زي ما احنا قلنا، ويبقى هنا ده اسمه كولينرجيك ريسبتور اللي حرف الان ده هنقول معناه ايه دلوقتي. البوست جانجليونيك هيطلع نور ادرينالين او نور ابينفرين. ان ايه يعني نور ابينفرين؟ والنور ابينفرين ده اللي هيبقى موجود على الافكتور اورجان او التارجت اورجان اللي هو يا اما مصر يا اما جلاند. طيب ما عدا بقى السمباثيك اللي رايح ليه لا ده موضوع الادرينال جلاند. طيب بيقول لك الادرينال جلاند دي لو رايح لها سمباثيك، مش كنا عاده بنعتبر الادرينال جلاند دي تيرمينال جانجلي، فبيكون رايح لها اهو بري جانجليونيك فايبرز تمام، وهيطلع فيها اسيتايل كولين، مع ان اصلا الادرينال جلاند هي اللي بتطلع الكاتيكولامين، يعني هي اللي بتطلع الادرينالين والنو ادرينالين. فايه فبيقول لك هنا يا سبحان الله يعني ان الاسيتايل كولين هو اللي بيطلع العدو بتاعه اللي هو الادرينالين والنو ادرينالين او الابنفرين والنو ابنفرين.
دي معلومة على الهامش كده. طيب الكيميكال ترانسميتر ده، شرحنا الرسمة دي، عايز اقول لك ان الاسيتايل كولين موجود في كل حتة في الباراسمباثيك. البارا بيعتمد كليا على الاسيتايل كولين، لكن السمباثيك موجود فيها في البري جانجليونيك، بيطلع الاسيتايل كولين ويسلم للبوست جانجليونيك، والبوست جانجليونيك لما بيوصل للافكتو اوجن او التارجت اوجن بيستخدم لي النور ادرينالين، ما عدا السويت جلاند والبلاد فيسلز اوف سكيلتال ماسلز هناك يستخدم اسيتايل كولين. لازم بقى نعرف يعني ايه كاتيكولامين ويعني ايه اسيتايل كولين. طيب هنا هنتكلم شويه كده عن النور ادرينالين. النور ادرينالين ازاي بيتكون؟ النور ادرينالين ببساطه خالص، البدايه بتاعتي حمض اميني اسمه تايروزين. التايروزين ده هيحصل له هيدروكسيليشن، هيخش له مجموعه هيدروكسيد يتحول لدوبه. الدوبه هيعمل له دي كاربوكسيليشن، هنشيل منه كاربوكسيل جروب هيتحول لدوبامين. الدوبامين هنعمل له تاني بيتا هيدروكسيليشن يتحول لنور ادرينالين. النور ادرينالين ده اللي احنا عايزينه اصلا. طب في حته جديده كده يقول لك خلي بالك، النور ادرينالين ده اهو باستخدام فينو ايثانول ان ميثايل ترانسفيريز، ده انزيم هيتحول لي الادرينالين. معلومه على الهامش، ازاي يتكون بقى النور ادرينالين؟ يتكون في الاساس باستخدام التايروزين، عملنا له هيدروكسيليشن حولناه لدوبه، دوبه عملنا له ديكاربوكسيليشن حولناه لدوبامين، دوبامين عملنا له بيتا هيدروكسيليشن حولناه لنور ادرينالين. طيب بعد ما كوننا النور ادرينالين ده، ازاي النور ادرينالين هيطلع من البوست جانجليونيك بارا، من البوست جانجليونيك سيمباثيك ويروح للافكتو اورجان؟ ازاي ده هيحصل؟ تمام، الخطوه دي هتتكرر معانا في حتى في السيمباثيك، ازاي الاسيتايل كولين هيطلع عشان يروح للريسبتور بتاعه عشان يوصل للبوست جانجليونيك. الكلام ده هيتكرر، القصه فيها كده كذا كلمه بتتكرر معايا. الكلام اللي هيتكرر معايا عباره عن ايه بقى؟ ببساطه خالص بيقول لك ايه، لما يحصل اكشن بوتنشال، لما يحصل ديبولاريزيشن في النيرف تيرمينال في نهايات العصب، ويكون في نهايه البيري جانجليونيك نيرف حصل فيها اكشن بوتنشال، الاكشن بوتنشال ده هيقوم مدخل لي كالسيوم في النيرف تيرمينال، يدخل الكالسيوم اهو، الكالسيوم ده لما يدخل بيقوم نازل ويروح يمسك في فيزيكال حويصلات كده، الحويصلات دي فيها وليكن النور ادرينالين، فيطلع النور ادرينالين يمسك في ريسبتور وتكمل معايا القصه. خلي بالك الكلام ده هيتعاد تاني في البارا سمباثيك، او في تحديدا نقول في الكولينرجيك نيورونز او في الكولينرجيك ريسبتور، هيبقى نفس الكلام، اكشن بوتنشال هيحصل في نهايات العصب، صح كده؟ اكشن بوتنشال ده اللي حصل هيدخل لي كالسيوم، الكالسيوم هيدخل في النيرف اندنج، هيلاقي في حويصلات فيها اسيتايل كولين يقوم ماسك فيها ويعمل لها وابشر، يعني هي 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 هيفتحها كده فالاسيتايل كولين يطلع، وبعد كده الاسيتايل كولين هيمسك هنا في ريسبتور، الريسبتور هنسميها كولينرجيك ريسبتور. هنعرف دلوقتي انواعهم ايه. بعد ما خلاص حصل خروج النور ادرينالين او خروج الاسيتايل كولين، مطلوب مني ان انا اعمل ان اكتيفيشن بقى، عشان مش هفضل انا في الاكشن طول عمري. عملت اكشن الحمد لله، خلاص اعمل بقى ايه، اخد كل حاجه لمكانها تاني ونرجع تاني لمرحله الثبات بتاعتنا. فازاي هعمل ان اكتيفيشن للنور ادرينالين او ان اكتيفيشن للكاتيكولامين؟ بثلاث حاجات هتعمل ان اكتيفيشن او هتوقف العمليه تاني. اعمل يا عم كده ري ابتيك، ري ابتيك يعني ايه؟ هتاخد النور ادرينالين يرجع لمكانه تاني. الري ابتيك ده ري ابتيك اوف نور ادرينالين او ري ابتيك اوف كاتيكولامين هيتخلص لي من 50-80% من النور ادرينالين اللي انت استخدمته. تمام، طب الكميه الباقيه هيحصل لها ديفيوجن، هتحصل لها كده انتشار كده away from النيرف اندنج، يعني هتطلع بره النيرف اندنج اللي هي الدايره دي، وهذا بيخلصني من الكميه المتبقيه او مينيمال اماونت، بيخلصني من الكميه المتبقيه اللي هي الصغيره اللي هي حوالي كام، من 60 مثلا ل 20، من 20 ل 60%. طيب الجزء الباقي بقى لو افترضنا ان لسه في جزء ما تخلصناش منه، هنتخلص منه بانزيم اسمه ماو وكومت. ماو وكومت ودول
على اساسهم اصلا هتلاقيهم داخلين في ادويه كتير جدا في الفارما، ماو انهبيتور وكومت انهبيتور. يعني الماو ده هو خلصني من ال ان ايه. طب انا فوضى عيان عنده مثلا النور ادرينالين ده قليل جدا لاي سبب مثلا، وانا محتاج ان انا افضل محتفظ بيه، فبالتالي اخترع دواء يعمل ماو انهبيتور يوقف لي الانزيم ده ويعمل يوقف لي الكومت ده، فبالتالي هيفضل عندي النور ادرينالين بنسبه كبيره موجود، وده اللي انا عايزه. ده في حاله لان المرض بتاعه عايز العلاج كده يعني. طيب يبقى بالتالي انا ازاي اتخلصت من النور ادرينالين او النور ابنفرين؟ عن طريق الري ابتيك والديفيوجن والديستراكشن باي ماو اند كونت. طب ازاي بيشتغل النور ادرينالين اصلا؟ يعني ازاي النور ادرينالين بيمسك في الريسبتور وبيعمل الاكشن بتاعي؟ القصه ببساطه خالص، ام او اي ميكانيزم اوف اكشن بايندينج اوف ان اي او النور ادرينالين للريسبتور بتاعي اللي هو هنسميه هنا ادرينرجيك ريسبتور. البايندنج ده او الارتباط ده هيروح يرتبط ببروتين مولكيول، بروتين مولكيول على السيل ممبرين بتاع البوست سينابتيك نيورونز او على البوست جانجليونيك. طيب الارتباط ده اهو هيعمل لي تغير في الشكل، كونفيرميشنال تشينجز، تغير في الشكل بتاع البروتين مولكيول، هيعمل لي بقى يا اما اكزايتيشن يا اما انهبيشن. كلام عام يعني، احنا بنتكلم كلام عام. يبقى اللي حصل ان الترانسميتر مسك في ريسبتور، فهذا الكومبلكس او هذه التركيبه قامت راحه ماسكه في بروتين مولكيول فعملت فيها تغيرات في الشكل. فلما بيحصل التغيرات في الشكل ده هيحصل لي اكشن يا اما اكزايتيشن يا اما انهبيشن. ازاي؟ قال لك والله ممكن يحصل تشينج في البيرمابيليتي بتاع السيل ممبرين للايونز. بحيث ايه؟ بحيث انت لو دخلت صوديوم كتير زودت البيرمابيليتي للصوديوم، فانت كده عملت ديبولاريزيشن. طب لو عملت بوتاسيوم افلوكس، طلعت بوتاسيوم كتير، فانت كده عملت بولاريزيشن او ريبولاريزيشن او هايبر بولاريزيشن. القصه بتعتمد على ايه؟ انت غيرت البيرمابيليتي، نفاذيه السيل ممبرين للايونز. ممكن يكون ده السبب، او ممكن يكون السبب الثاني ان انت الكونفيرميشنال تشينجز، التغيرات اللي حصلت في شكل البروتين دي تعمل لي اكتيفيشن او ان اكتيفيشن لانزيمات، والانزيم ده هو اللي يعمل الاكشن، او تعمل لي مثلا اكتيفيشن او ان اكتيفيشن للسكند ماسنجر، والسكند ماسنجر ده هو اللي يعمل لي الاكشن. طيب الكلام ده بشكل عام كده، بس احنا هناخد التكست او الكلام اللي مكتوب في الكتاب كمان شويه. طب ايه موضوع السكند ماسنجر ده؟ في حاجات في الطب كده اسمها سكند ماسنجر، ده انا بلجأ لها لما بكون ما اقدرش ادخل مثلا مكان معين، ما عنديش القدره ان انا ادخل مكان معين، لكن عندي القدره ان انا اشوف مثلا حد شغال في المكان ده، اقول له طب ايه اعمل انت الاكشن ده. يعني السكند ماسنجر ده يعني مثلا لو انت مش عارف تدخل وليكن نادي مثلا، بس انت ليك علاقه بالامن بتاع النادي، فممكن تروح للامن تقول له روح لي اعمل لي الاكشن ده، سواء اعمل لي اكزايتيشن او اعمل لي انهيبيشن. فنقدر نعتبر بتاع الامن ده كسكند ماسنجر، لانه خلاك تعمل اكشن ماشي في الاساس اصلا ما كنتش قادر تعمله. فده بشكل مبسط خالص ميكانيزم اوف اكشن اوف كاتكولامين. طيب برضه محتاجين نعرف يعني ايه ادرينرجيك ريسبتور. يعني ايه ادرينرجيك ريسبتور؟ ببساطه خالص ادرينرجيك ريسبتور ممكن واحد يقول لي كده ببساطه ده ريسبتور بيمسك فيه النو ادرينالين. يبقى منطقي يكون موجود فيه، موجود على الافكتور اورجان اللي هي المصل او الجلاند اللي رايح لها بوست جانجليونيك سمباثيتيك، اللي هم مش اكيد يعني اكيد مش هيكونوا البلاد السويت جلاند ولا البلاد فيسلز اوف سكيلتال ماسلز، لان دول حتى دول بيطلع فيهم اسيتايل كولين. ادرينرجيك ريسبتور ده ريسبتور بيمسك فيه النور ادرينالين. طب هما ايه في الجسم؟ الفا ريسبتور وبيتا ريسبتور. مش كده وبس، يقول لك الالفا ده عندك الفا 1 والفا 2 وبيتا 1 وبيتا 2 وبيتا 3. المفروض تعرف كده حاجات بسيطه عن كل حاجه. يقول لك الفا 1 ده الموست اباندنت، يعني ده كتير قوي في الجسم بالنسبه للالفا 2. يعني كمان مش كده وبس، بيشتغل ازاي؟ بيشتغل عن طريق ان هو بيزود الانترا سيلولار كالسيوم،
يعني لما بروح اشغل الالفا ريسبتور ده، لما النور ادرينالين بيمسك في الريسبتور اللي هو الالفا ريسبتور ده، هيعمل اكشن. الاكشن بتاعه بيزد اون او قائم على ان هو بيزود الانتراسيلولار كالسيوم. طب مكانه فين؟ موجود في البوست سينابت، بوست سينابتك يعني موجود على البوست جانجليوني، او في الحاله دي موجود على الافكتو اورجن. ما ينفعش اقول موجود على البوست جانجليوني، موجود على الافكتو اورجن. بوست سينابتك معناها على الافكتو اورجن. طيب الفا 2 موجود فين؟ بري سينابتك. طب وظيفته ايه؟ هنعرفها دلوقتي، مهم جدا. ده بشكل مبسط ده بيعمل نيجاتيف فيدباك، يعني ده مثلا لو خلاص انا استكفيت من الاكشن، لو النو ادرينالين مسك في الفا 1 ريسبتور وعمل اكشن، خلاص عايز اوقف بقى، يقوم شويه من النو ادرينالين وحين مشغلين الالفا 2، فيحصل انهبيشن، يحصل انهبيشن خلاص، لان انا خلاص عملت الاكشن بتاعي اللي هو في المصل او في الجلاند. تبقى ده موجوده بري سينابتك، الفا 2 موجوده بري سينابتك. تمام، بريفنت وظيفتها بقى بتمنع الفيرزر ريليز اوف نو ادرينالين. طيب ايه قصه البيتا ريسبتور؟ عندك ثلاث انواع من البيتا ريسبتور، بيتا 1 وبيتا 2 وبيتا 3. بيتا 1 دي موجوده في القلب، بيتا 1 ده موجوده ايه في القلب. بيتا 1 بروديوس افكت، بيتا 1 موجوده في القلب. البيتا بقى بتشتغل بطريقه ايه؟ ان هو بتزود السايكليك اي ام بي، بتزود السايكليك ادينايل مونوفوسفيت. طيب بيتا 1 موجوده في القلب وموجوده في الكدني، طب بتعمل ايه في الكدني؟ بتعمل في الكدني بتزود الرينين، في الكدني هتزود لي الرينين. تمام جدا. بيتا 2 1 موجوده في القلب وفي الكدني، البيتا 2 موجوده في اي مكان اذر ذان الهارت، لانك موجوده في اي حاجه، مثلا موجوده في اللنج مثلا، فاهمني؟ بيتا 3 موجوده في الادبوز تيشو، طب بتعمل ايه في الادبوز تيشو؟ بتعمل لي لايبوليسيس، بتكسر الدهون، لايبوليسيس. ده بشكل مبسط يعني ايه ادرينرجيك ريسبتور. يبقى ادرينرجيك ريسبتور دي ريسبتور بيمسك فيها النور ادرينالين، يبقى هي موجوده فين؟ موجوده على الايفكتور اورجان اللي بيروح لها بوست جانجليونيك سمباثيك، وهما نوعين الفا وبيتا. الفا نوعين 1 و2، الكتير قوي ايه في الجسم؟ الفا 1 موجوده فين؟ بوست سينابتك، الفا 2 بري سينابتك. طيب دي بتشتغل ازاي؟ اللي هي الالفا تشتغل بزياده الكالسيوم، طب البيتا بزياده السايكليك اي ام بي. تمام كده، نبدا ناخد شويه معلومات عن الاسيتايل كولين. الاسيتايل كولين خلاص احنا عارفين ان ده موجود في كل الجنجليا، يعني ايه في كل الجنجليا؟ يعني موجود حتى في الجنجليا اللي داخل فيها بري جنجليونيك سمباثيك او البري جنجليونيك بارا سمباثيك، بيطلع اسيتايل كولين. والبوست جنجليونيك بارا سمباثيك بيطلع اسيتايل كولين، والبوست جنجليونيك سمباثيك اللي رايح للبلاد فيسلز والسكيليتال ماسلز والسويت جلاند بيطلع اسيتايل كولين. طب ايه الاسيتايل كولين ده؟ عباره عن ايه؟ اسيتايل وعباره عن كولين. الفكره في كولين دي بنقول عليها قاعده نيتروجينيه، نيتروجينس بيس، كولين اتحد مع اسيتايل كو اي في وجود اي تي بي وجلوكوز وباستخدام كولين اسيتايل اسيتايليز انزيم، فكون الاسيتايل كولين. بعد بقى الاسيتايل كولين ده هيجي ناخد نفس القصه، ازاي الاسيتايل كولين هيحصل له ريليز؟ نقول نفس الكلام، لما الاكشن بوتنشال بيوصل للنيرف تيرمينال في نهايات العصب، ماشي، ده هيدخل لي الكالسيوم للنيرف اندنج، فلما الكالسيوم هيخش هيلاقي في حويصلات فيها اسيتايل كولين، يقوم عامل لها ربشه ويفتحها فيخرج الاسيتايل كولين، هيلاقي فيه ريسبتور هنسميه كولينرجيك ريسبتور. حلو جدا. بعد ما نخلص الاكشن بتاعي محتاج ان انا اكسر الاسيتايل كولين، هنكسره ازاي بقى؟ هنقصه بحاجه اسمها اسيتايل كولين استريز انزيم، استر ايز انزيم. الاسيتايل كولين استريز انزيم ده هي هيكسر الاسيتايل كولين لكولين واستر، او كولين واسيتايل، كولين واسيتايل كو ايه. الكولين از اكتيفلي ابتيك تاني، يعني انا الكولين اللي هيطلع من التفاعل ده هاخده تاني احطه في الحويصلات بتاعته عشان انا محتاجه،
بس بيقول لك في بعض الاسيتيلكولين يحصل لهم ديفيوجن، نفس اللي احنا قلناه في النو ادرينالين ده، لما كنا بنقول ازاي بنتخلص منه، كنا بنتخلص منه بالري ابتيك وبالديستراكشن وبالديفيوجن. هنا في شويه يحصل لهم ديفيوجن للبلد، وبرضه اللي هيلاقوا في انزيم هناك عند مستنيهم في الدم اسمه سودو كولينستريز، سودو كاذب، سودو سودو اسيتيل كولينستريز، فاهمني؟ سودو اسيتيل كولينستريز هيكسر. طيب هنا الريليز احنا قلنا الديبولاريزيشن او الاكشن بوتنشال هيزود البيرميبيليتي بتاعت سيل ممبرين للكالسيوم ايونز، والكالسيوم هيتحد مع الفيزيكل ويعمل لي ايه؟ هيعمل لي وبشر للفيزيكلز ويطلع منها الاسيتيل ايه؟ كولين. تعال ناخد بقى الكلام الموجود بشكل مبسط. وليكن هنا ده السباينال كورد اهو، ده السباينال كورد، ده السباينال كورد. السباينال كورد طالع منه بري جانجليونيك اهو، دي جانجليا. البري جانجليونيك لاحظ هو عامل لك هنا اسيتايل كولين، ان كل البري جانجليونيك بيطلع اسيتايل كولين حتى السمباثيك. البري جانجليونيك بيطلع هنا اسيتايل كولين هنا في الجانجليا، هنا دي جانجليا، بقول لك ان اعتبر سواء سمباثيك جانجليا او كولاترال جانجليا، يعني احنا دلوقتي بنتكلم في سمباثيك. ويطلع منه هنا بوست جانجليونيك، البوست جانجليونيك هيطلع نور ادرينالين، والنور ادرينالين كان بيشتغل على الفا او بيتا ريسبتور. حلو جدا. طيب السباينال كورد بتاع ده جانجليونيك برضه، السمباثيك جانجليونيك، احنا كده برضه سمباثيك هيطلع اسيتايل كولين، بس رايح للسويت جلاند لا يطلع بقى اسيتايل كولين اهو، لانه رغم ان هو سمباثيك يعني، بس هو رايح للسويت جلاند والبلاد فيسلز وسكليتال ماسلز، يبقى يطلع اسيتايل كولين. النو ادرينالين بس موجود في الاماكن اللي بيديها البوست جانجليونيك سمباثيك، ما عدا السويت جلاند والبلاد فيسلز اوف سكليتال ماسل. طيب الادرينا المضله لها وضع تاني بقى. الادرينا المضله احنا بنعتبرها اصلا تيرمينال جانجليا، يعني هو جايبها هنا على اساس انها تيرمينال جانجليا، فيروح لها لونج بيري جانجليونيك وهيطلع فيها اسيتايل كولين هيفرزوا عليها، لكن هي في الاساس اصلا بتطلع ابنفرين او ادرينالين ونو ابنفرين او نو ادرينالين وبيفرزوا في الدم، فيقول لك ان اسيتايل كولين بيطلع العدو بتاعه يعني. ده بشكل مبسط خالص. طب ازاي يتكون النو ادرينالين؟ التيوزين عملنا له هيدروكسيليشن بانزيم اسمه تيوزين هيدروكسيليز، عملنا الدوبا، الدوبا دي كاربوكسيليز، عملنا الدوبامين، الدوبامين حطينا عليه بيتا هيدروكسيليز، حطينا عليه مجموعه هيدروكسيل في الكربون رقم بيتا، فعملنا نو ادرينالين. طيب بيقول لك بقى خلي بالك ان انت ممكن من النو ادرينالين تجيب ادرينالين باستخدام الفينايل ايثانولامين ان ميثايل ترانسفيرز البي ان ام تي، ده فينايل ايثانولامين ان ميثايل ترانسفيرز هتجيب منه ادرينالين. ازاي الكاتيكولامين بيطلع؟ نفس الكلام، لما الاكشن بوتنشال بيسبريد اوفر التيرمينال فايبرز، لما الاكشن بوتنشال بيوصل للنيرف تيرمينال بيحصل ديبولاريزيشن، هذا الديبولاريزيشن بيزود البيرميبيليتي بتاع السيل ممبرين للكالسيوم، فالكالسيوم هيخش ديفيوز انتو التيرمينالز، هيتفاعل هيلاقي الفيزيكال اللي فيها نو ادرينالين ويقوم عامل لها وبشه ويطلع النو ادرينالين. خلصت انت يا عم الاكشن بتاعك، خلاص اتخلص بقى من الايه، من النو ادرينالين بتاعك ده، هتخلص بيه يا اما بالري ابتيك يا اما بالديفيوجن يا اما بالديستراكشن. ري ابتيك، خد ري ابتيك للنيرف اندنج او الحويصلات بتاعتها، هيرجع للبيوت بتاعته تاني. هذا ري ابتيك بيخلصني من 50% ل 80% من السكريتد نو ادرينالين، تمام؟ نوع الابتيك ده اكتيف ترانسبورت، اكتيف ترانسبورت عشان الام اس كيو. تاني حاجه ممكن استخدمها في الان اكتيفيشن الديفيوجن، شويه هيحصل لهم ديفيوجن هيروحوا للبلد، شويه هيروحوا للبلد، وده بيخلصني من الباقي من الريميننج نو ابنفرين، يعني مثلا وليكن من 20 مثلا في الميه ل 50%. في بقى لو في شويه لسه ما حصل لهمش ان اكتيفيشن، هنستخدم انزيم اسمه ماو مونو امين اوكسيديز. هذا الانزيم موجود في النيرف اندنج، بيعمل اكسده النو ادرينالين وبيعمل لهم اوكسيديشن. طيب او ممكن نعمل ميثايليشن بالكومت، يا اما نعمل اوكسيديشن بالماو يا اما ميثايليشن بالكومت، يبقى انت كده عملت ان اكتيفيشن للنو ادرينالين بعد ما عملت الاكشن بتاعك. ازاي الكاتيكولامين بتشتغل؟ احنا قلنا الكلام ده. الكاتيكولامين القصه بقى اللي حصلت ايه، الكاتيكولامين ده
كيميكال ترانسميتر هيمسك في ريسبتور، تمام؟ لما يمسك في ريسبتور هيمسك يعني بايند تو سبيسيفيك ريسبتور اهو على السيل ممبرين بتاع الافكتور اورجان. الريسبتور اسمه ايه؟ اسمه ادرينرجيك ريسبتور. كلام جميل جدا. الادرينرجيك ريسبتور ده اهو ماسك فيه بروتين. لما بيحصل بقى ان الريسبتور ده بيتاكتف يعني بيمسك بالكيميكال ترانسميتر، هيحصل كونفورميشنال تشينجز في البروتين مولكيول، هيعمل لي اكزايتيشن او انهبيشن. ازاي بقى؟ يا اما عن طريق تشينج البرمابيلتي بتاع السيل ممبرين للايونز، بحيث مثلا تدخل لي صوديوم او تدخل لي كالسيوم فتعمل لي ديبولاريزيشن، او تخرج لي بوتاسيوم او كلورايد فتعمل لي هايبر بولاريزيشن او ريبولاريزيشن. طيب، او حاجه تانية عن طريق اكتيفيشن او انكتيفيشن لانزيم، او اكتيفيشن او انكتيفيشن للسكند ميسنجر، واللي بدوره هو اتش ان تيرن بدوره هو بروموت يحفز او انهبيت او بيثبط الكيميكال رياكشنز في السيلز. وعطيت لك مثال للسكند ماسنجر سايكليك اي ام بي. طيب، سايتس اوف كاتيكولامين سيكريشن، الكلام كله بيتعاد. الكاتيكولامين اللي هم النو ادرينالين والادرينالين والدوبامين موجودين فين؟ والله يا دكتور ببساطه خالص، دول موجودين في البوست جانجليونيك سيمباثيك بتاعت كل الاورجانز ما عدا السويت جلاند والبلاد فيسلز اوف سكيليتال مسل. يقول لك موجود في الموست سيمباثيك بوست جانجليونيك نيرف اونجا نو نيرف تيرمينال اللي بتطلع النو ادرينالين. طيب، وموجود برضه في الادرينا المضله، صح كده؟ موجود في الادرينا المضله، لان هي اصلا هي بتطلع الادرينال، بتطلع الكاتيكولامين، ماشي؟ يبقى ده اماكن الكاتيكولامين. هناخد نفس العنوان ده، يقول لك سايت اوف اسيتيل كولين سيكريشن، بيطلع فين؟ وهتقوم قايل لي مش محتاج تقول دلوقتي، انت بقيت عارف، هتقول لي ده بيطلع في كل الجانجليون، يعني هيطلع في كل البري جانجليونيك، هي بتطلعه سواء كانت سمبثاتيك او باور سمبثاتيك، وبيطلع في السوماتيك، سوماتيك نيرف اندنج، مش عايزين نقولها دلوقتي يعني. طيب، في هنا عنوانين بقى عايزين نتكلم عنهم، لان هما دول يقول لك ايه الشواذ بتوع الايه الاوتونوميك. يعني مثلا عنوان غريب شويه، سمباثيك فازو دايليتيشن فايبرز. ازاي؟ احنا عارفين ان السمباثيك غالبا بيعمل فازو كونستريكشن، لا، في اماكن السمباثيك بيعمل فيها فازو دايليتيشن، واحنا قلنا ده في الشرح. طيب، السمباثيك بيعمل فازو دايليتيشن فين؟ مشهور جدا، هيعمل لي في الكوروناري فيزل، وشرحناها وهنشرحها، لان السمباثيك بيزود الاكشن بتاع القلب، فلازم عشان طالب مني اكشن كتير يبقى تديني دم كتير، فلذلك السمباثيك غير القاعده بتاعته وبقى بيعمل فازو دايليتيشن على الكوروناري فيسلز. يبقى هنا ده مقصود كلمه السمباثيك فازو دايليتيشن. الكوروناري فيسلز النو ادرينالين بيطلع هيعمل لي فازو كونستريكشن للكوروناري فيسلز، بس نتيجه ان هو الاستيميليشن بتاع السمباثيك بيزود لي الكاردياك اكتيفيتي اللي هو الكاردياك بروبابيلتيز، بيزود لي الكارديك اكتيفيتي اللي هم الكونتراكتيفيتي والكونداكتيفيتي والاكسيتابيلتي والحاجات بتاعه القلب دي، فيعمل لك ميتابولايت. ميتابولايت يعني نواتج الايض مثلا. الميتابولايت دي اصلا دايما كلمه ميتابولايت دي كان تلاقي العنوان ده هو اكيوميليشن اوف ميتابولايت، تعرف ان هو عايز يقول لك ان هيحصل فازو دايليتيشن، فهذه الفازو دايليتيشن اللي ناتج من الميتابولايت هيعاكس او هي يعني هي اوفركم، تلاقي كلمة اوفركم الايه الفازو كونستريكشن اللي كان المفروض يحصل نتيجة السمباثيك. فالمحصلة النهائية ان يحصل فازو دايليتيشن على الكورونري فيسلز. خلي بالك برضه ان سام فيسلز في السكيليتال ماسل، زي ما احنا قلنا بلاد فيسل اوف سكيليتال ماسل، السمباثيك يعمل فيها فازو دايليتيشن اللي وكذلك البلاد فيسلز اللي راح السويت جلاند، دول سبلايد باي سمباثيك كولينرجيك فايبرز. يبقى السمباثيك هنا بيعمل فازو دايليتيشن في البلاد فيسل اوف سكليتال ماسل وفي السويت جلاند. طيب، بيقول لك في سام فيسل في السبلانكينيك اريا، منطقه البطن دي، الفازو دايليتيشن بيوكير ان ذيس فيسلز when their sympathetic nerve are stimulated because these vessels are rich in beta 2 adrenergic receptor. فالبيتا 2 دي بتعمل في المنطقة دي inhibitory action. هناخد ده دلوقتي بالتفصيل. يبقى السمباثيك بيعمل vasodilatation فين؟ ده السؤال لما بيجي بيسألك على الكورونري فيسلز والبلاد فيسلز اوف سكيليتال ماسلز وعلى السويت جلاند. ده بيجي في الحتة دي السؤالين دول بس. طيب، ناخد العنوان اللي فوق، هتلاقي برضه حاجه شاذه،
لك سمباثيك كولينرجيك. ازاي ده؟ ازاي سمباثيك وازاي كولينرجيك؟ المفروض ان السمباثيك يعني كاتيكولامين، يعني ادرينالين، يعني نوع ادرينالين. لا يعني لا يا معلم، في سمباثيك بيطلع كولينرجيك، واظن انت بقيت عارف دلوقتي. السمباثيك اللي بيطلع كولينرجيك معروف، اللي هو اللي رايح للبلاد فيسل اوف سكليتال ماسل، واللي رايح للسويت جلاند. هتلاقي يقول لك اهو السويت جلاند المسؤولة عن البودي تمبريتشر، ما هو العرق ده هو اللي بيظبط البودي تمبريتشر، درجة الحرارة. تمام جدا. سبلايد باي سمباثيك هو الايبوكراين سويت جلاند، او سبلايد باي سمباثيك ادرينرجيك نيرف. طيب ايه السويت جلاند المقصود بالسويت جلاند اللي رايح لها كولينرجيك؟ هي الايكراين، ايكراين سويت جلاند، ايكراين سويت جلاند. لكن في نوع تاني من السويت جلاند اسمه ايبوكراين، ده عادي، ده رايح له ادرينرجيك نيرف. يعني هنا ده كتاب، ده مدقق قوي في المعلومه، يعني لما ما نعرفش نقول كتاب، بس الكتاب بتاعك ده مدقق شويه. بيقول لك احنا عارفين ان السمباثيك اللي رايح للسويت جلاند بيطلع اسيتايل كولين. لا هخليك دقيق، قول لي الايكراين سويت جلاند، لان الايبوكراين سويت جلاند دي بتطلع لي عادي نو ادرينالين. واخر حاجه البلاد فيسلز اوف سكيلتال ماسلز بيطلع فيها اسيتايل كولين عشان يعمل لي فازو دايليتيشن. طيب الادرينرجيك ريسبتور، الالفا ريسبتور والبيتا ريسبتور، تعال نقرا عليها شويه. الفا ريسبتور زي ما احنا قلنا هي الموست اباندنت، هي الكتير قوي في الجسم. والموست الفا ريسبتور بيلونج تو ذيس تايب اللي هو الفا 1، يعني عشان كده هي موست اباندنت. موجوده فين؟ بص سينابتك بتشتغل ازاي؟ زياده الكالسيوم. يقول لك ان هي، خلي بالك المقطع ده هيتعكس تاني تحت. ذيس ريسبتورز بتعمل لي عاده اكزايتاتوري افكت. يعني ايه؟ لما بتشتغل بتعمل لي اكزايتاتوري افكت، يعني بتعمل لي فازو كونستريكشن للبلاد فيسل. هتلاقي حاجات كلها بيعملها السمباثيك، بتعمل لك كونتراكت للسفنكتر وكونتراكت الدايليتو بيوبيلي. طب بالك الحته هنا في حته عميقه قوي، يعني شوف هنا بقول لك كونتراكت السفنكتر الصمام، هي اللي بتعمل كونتراكشن للصمام. فطالما انت عامل كونتراكشن للصمام محتاج تعمل ريلاكسيشن للوول، عشان والا الحاجه برضه هتفرقع يعني. فاللي بيعمل ريلاكسيشن للوول شوف بيتا، بيتا اهي، شوف بيتا هنا اهو، ريلاكسيشن للسموث ماسلز، يعني هي اللي بتريلاكس الوول اهو، ريلاكس جاسترو انتستينال وول ريلاكسيشن. لما كنا بنشرح وليكن مثلا السمباثيك على الاستومك، عشان السمباثيك مش عايز المعده تتفضي، عايزها تفضل زي ما هي. فبالتالي اقفل الصمام واعمل ريلاكسيشن. انت بتقفل الصمام بالالفا وبتعمل ريلاكسيشن بالبيتا. دي حته كده ايه للاذكياء فقط يعني. طيب احنا عندنا الفا 1 وسبتو، المهم فيها ان هي الكتيره وهي بتشتغل بزياده الكالسيوم وهي بوست سينابتيك. الفا 2 المهم فيها ان هي بري جانجليونيك او بري سينابتيك، وبتعمل لي بريفنت فيرذر ريليز اوف نو ادرينالين باي نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. مهمه جدا الحته دي. وخلي بالك هي موجوده في بعض الافكت اورجان، وبتعمل لي انهبيتوري افكت. زي ايه؟ هي بتعمل انهبيشن للانسولين سكريشن. يبقى السؤال لما اقول لك ازاي السمباثيك بينهبت الانسولين سكريشن، عن طريق ان هو بيشغل الالفا 2 ريسبتور، الفا 2 ريسبتور. نيجي تاني تحت، خلي بالك دي انهبيشن الانسولين سكريشن. نيجي تاني تحت مثلا وليكن لبيتا، شوف بيتا هنا، بيتا 1 دي بتعمل بتزود بيتا كام، بيتا 2، بيتا 2 بتزود السكريشن بتاع الانسولين، وفي الحاله دي هي اصلا بتعمل اكزايتاتوري افكت. اساسا احنا قلنا الالفا عاده بتعمل ايه؟ اكزايتاتوري افكت. البيتا 2 عاده بتعمل انهبيتوري افكت، ويحصل العكس بقى في بعض، يعني الشائع ان هي تعمل انهبيتوري افكت، لا بعضها بيعمل اكزايتاتوري افكت عشان يعمل لك انسولين سيكريشن، يطلع الانسولين. وفوق الالفا الالفا 1 عاده بتعمل اكزايتاتوري افكت، بس اللي مش شائع انها تعمل انهبيتوري افكت، وبالتالي بتعمل انهبيشن للانسولين سيكريشن. احنا قلنا ده في اول ما بدانا الجدول بتاعنا.
البيتا بيسبتوب ثلاث انواع، واحد موجود في القلب وده بيزود بقى كل خصائص القلب، حلو جدا، اللي هم ايه؟ اللي هم الهارت ريت وفورس اوف كونتراكشن والفيلوسيتي اوف كوندكشن والاكسايتابيليتي بتاع الكاردياك ماسل. طيب وبرضه موجودة في الكدني، بتزود الرينين سيكريشن، هنشرح الرينين ده فيما بعد، اللي هو رينين انجيوتنسين البوستيون سيستم، مهم جدا في الفارما. طيب بيتا تو ريسبتور موجودة في أي حاجة ما عدا القلب، بتعمل انهبيتوري افكت، بس خلي بالك على استحياء كده بتعمل اكزيتاتوري افكت، يعني ايه؟ بتزود الانسولين سيكريشن. شفت الكلام عكس بعضه؟ كلام سهل جدا مش في حاجة. بيتا 3 موجودة في الأديبوز تيشو. تعال نتكلم عن الأسيتايل كولين، نفس الكلام بيعيد بعضه. أسيتايل كولين ما هناخد عناوين متكررة. أسيتايل كولين يتكون ازاي؟ يتكون باتحاد الكولين مع الأسيتايل كو ايه في وجود الجلوكوز والاي تي بي والإنزيم اللي اسمه كولين أسيتايليز، وعمل لك أسيتايل كولين. دي الصورة هنا. أسيتايل كولين موجود فين؟ موجود ده هنا البرين ستيم او السباينال كورد. المقصود برين ستيم هنا اللي هو الكرينيو اللي هو ال 1973، سباينال كورد اس 2 3 4، كلام حلو جدا. يطلع منهم بري جانجليونيك طويل قوي، يروح لجانجليا اللي هي تيرمينال جانجليا، يطلع استايل كولين. هنشرح الان دي بعد كده. الاستايل كولين هيمسك في ريسبتور على البوست جانجليونيك اللي هو كان شورت، لان ده تيرمينال جانجليون، ويروح للافكتو اورجان اللي هي ماسل او جلاند ويطلع فيها استايل كولين. فالبارز امباثاتيك لم يعرف في حياته سوى الاسيتايل كولين. طيب بعد ما عملنا الاكشن بتاعك، عايزين نكسر بقى الايه؟ الاستايل كولين هيتكسر ب انزيم اسمه كولين استريز، اسيتايل كولين استريز هيتكسر. بس كده ازاي هنكسر استايل كولين؟ بالاستايل كولين استريز. هيتكسر لايه؟ لكولين واسيتيت. الكولين انا محتاجه تاني، فيحصل له ري ابتيك. الكولين هيحصل له ري ابتيك تاني، هيرجع اهو ري ابتيك انتو نيرف اندنج تو بي يوزد، عشان استخدمه تاني. سام تايم بعض الاستايل كولين بيحصل لهم ديفيوجن للبلد، وهناك هيلاقوا عمهم مستنيهم اللي هو عمهم الكذاب اللي هو السودو اسيتايل كولين استريز، وهيكسروه. ازاي بيحصل استايل كولين ريليز؟ نفس الكلام خالص، لما الاكشن بوتنشال بيوصل للنيرف تيرمينال، لما بيحصل ديبولاريزيشن البيرميابيليتي بتاعت السيل ممبرين بتزيد ناحيه الكالسيوم، فالكالسيوم يخش هيبص كده هيلاقي فيه حويصلات فيها استايل كولين، يقوم مفرقعها يطلع الاستايل كولين. كلام معاد وبيتعاد وبسيط جدا. طيب ايه يا معلم اماكن الاسيتايل كولين ريليز؟ بص بقى يقول لك ايه، كل البارا بوست، بسيطه جدا، كل البارا بوست. السمباثاتيك بوست اللي رايح للسويت جلاند والبلاد فيسلز اوف سكيليتال مسل، حلو جدا. كل البارا وكل السمباثاتيك بري جانجليونيك بيطلعوا اسيتايل كولين. كل السوماتيك نيرف موتور اندنج بتاع السكيليتال مسل في النيو ماسكولار جنكشن، ده هناخدها بعد كده في السي ان اس يعني، فما عايز تحفظها احفظها، مش عايز تسيبها سيبها. طيب يبقى نحفظ الثلاثة دول وسهلين. كل البابا بوست منطقي، كل البيبي سواء كان سمباثيك او بابا سمباثيك، والبوست جانجليونيك سمباثيك اللي رايح للبلاد فيسل اوف سكيليتال ماسل والسويت جلاند. اكشن اوف اسيتايل كولين. هنيجي بقى لحته الان والام دي، نشرح الحته دي. شايفين الحته دي؟ دي اللي احنا بنشرحها دلوقتي. لما شرحنا الالفا والبيتا اللي هي ريسبتور، كنت بقول لك يعني ايه ادرينرجيك ريسبتور، يعني دي ريسبتور ماسك فيها الايه؟ النو ادرينالين. في بقى حاجه اسمها كولينرجيك ريسبتور، دي ريسبتور ماسك فيها الاستايل كولين. طيب فالاستايل كولين بيتفرز هنا في الجنجليا وبتفرز على الافكتو اورجان، تمام. فانا عندك دلوقتي نوعين من الكولينرجيك ريسبتور، نوع سنترال ونوع بريفرال. طيب جم لقوا ان النوع اللي هو السنترال ده، السنترال كولينرجيك ريسبتور، لو انا حقنته بماده اسمها نيكوتين بيشتغل. يعني لو حقنت الانسان بماده النيكوتين ده اللي موجوده في السجاير، السنترال كولينرجيك تشتغل، فقاموا مسمينها نيكوتينيك ريسبتور. طيب البريفرال كولينرجيك ريسبتور اللي هي موجوده على الافكتو اورجان، موجوده خلاص على العضو اللي احنا وصلنا له، يعني بتبقى بعد البوست جانجليونيك، حقنوها بمادة اسمها ماسكارين لقوها تشتغل، فسموها ماسكارينك كولينرجيك ريسبتور. فلما اجي اقول لك يعني ايه
ماسكه بين الكولينرجيك ريسبتور، تقول لي دي البريفرال كولينرجيك ريسبتور. طب يعني ايه سنترال كولينرجيك، او يعني ايه نيكوتينيك؟ يعني سنترال كولينرجيك ريسبتور. طيب ايه بقى الفرق بين الاكشن بتاع الماسكارينيك ريسبتور والنيكوتينيك ريسبتور؟ اعرف هنا ايه، تعرف هنا حاجه مهمه قوي. بقول لك ايه، ان النيكوتين، افتكر الحته دي، يعني اللي بيشرب سجاير ده بيحس ان هو مبسوط كده وبعد شويه بيرجع تاني مش مبسوط، فيقول لك النيكوتينيك اكشن از رابيد، يعني بسرعه. يعني النيكوتين لما بنحقنه بيعمل اكشن بسرعه، وطالما بيعمل اكشن بسرعه يعني رابد ان اونست، يعني بنحصل على الاكشن بسرعه جدا، بس بيفقد زواله او بيزول بعد فتره قليله جدا، عكس يعني شورت ان ديوريشن. الكلام ده هيتعكس في الماسكارينك، نقول بقى ايه سلو ان اونست، يعني بعد ما حقنه الماسكارين شويه كده مستنيه يشتغل ببطء، بس وانس انه اشتغل، مجرد ما يشتغل هيقعد مده ايه طويله. يقول لك سلو ان اونست اند بولونجد ان ديوريشن. طيب ده اللي هنعرفه، بنقدر نقفل الماسكارينك ريسبتور بالاتوبين. لو انا حقنت يعني مثلا الباور سمباثيك كانت بتعمل على العين ايه، بيوبيلو كونستريكشن. حلو جدا، بيوبيلو كونستريكشن عن طريق الريسبتور اللي موجوده في العين، لو اعتبرنا العين افكتور اورجان يعني. طيب لو انا جيت حقنت بقى العيان اتوبين، يبقى انا قمت جاي على الريسبتور ده، قمت موقفه اللي هو الماسكارينيك ريسبتور ده بالاتروبين، فيحصل لي انهبيشن للباراسمباثيتك اللي رايح للعين، فيحصل لي بيوبيلو دايلاتيشن، يعني عين العيان توسع. عشان كده لما تروح تكشف تعمل فحص قاع العين، تقوم حقنك الاتروبين ده عشان يحصل بيوبيلو دايلاتيشن، يتسع حدقة العين فيقدر يشوف قاع العين بشكل اوضح. لكن النيكوتينيك ريسبتور اللي هي موجودة سنترال، بنقدر نعمل لها بلوكد او بلوك، يعني بنقفلها بايه، بلارج دوز اوف نيكوتين، يعني سمول دوز اوف نيكوتين بتشغل النيكوتينيك ريسبتور سمول دوز، لكن لارج دوز بتعمل انهبيشن او بلوكج للنيكوتينيك اكشن اوف اسيتايلكولين. في شويه صور نبص عليهم برضو تاني. شوف الصور دي جميله جدا، اكشن بوتنشال اهو واصل البري سينابتيك تيرمينال او النيرف تيرمينال، واصل يا عم الاكشن بوتنشال اهو، لما بيوصل بيزود حساسيه الممبرين ده، او بيزود النفاذيه بتاعته للكالسيوم. الكالسيوم هيخش، هيلاقي هنا الفيزيكل، هيلاقي الفيزيكل، سواء الفيزيكل هنا نو ادرينالين او كاتوكولامين. حلو جدا، سواء الفيزيكل نو ادرينالين او استايلكولين، يقوم عامل لها وبشه ويفتحها، يقوم طالع منها هنا اهو الكاتوكولامين او الاستايلكولين. لما يطلع يقوم ماسك هنا في الريسبتور، فيعمل لك ايه، يعمل لك كونفيرميشنال تشينجز في البروتين اللي هنا، فيعمل لك الاكشن بتاعك. دي ببساطه خالص، خلي بالك ده العنوان بتاع ايه، العنوان بتاع ايه يا دكتور احمد؟ ده العنوان بتاع ميكانيزم اوف ريليز اوف استايل كولين، او ميكانيزم اوف ريليز اوف كاتيكولامين، نفس القصه. ونقدر نقول برضه ميكانيزم اوف اكشن، ازاي بيحصل الاكشن بتاعه. يقول ان الريسبتور بيمسك الكيميكال ترانسميتر بيمسك في الريسبتور، الريسبتور نفسه ماسك في بروتين موليكيول، فلما بيحصل الارتباط بين الثلاث حاجات دول يحصل كونفيرميشنال تشينج، تغيرات في شكل البروتين تؤدي الى يا اما اكتيفيشن او ان اكتيفيشن للانزيمز او السكند ماسنجر، يا اما تغير في الشحنات فيعمل لي الاكشن، سواء كان دي بولاريزيشن او ري بولاريزيشن. طب الصوره دي الصورة دي حلوة جدا برضه، هنا الأكشن بوتنشال جاي أهو، جاي أهو دي الصورة دي هنا، ده الأكشن بوتنشال وصل، هيعمل لك يدخل لك الكالسيوم، الكالسيوم هيروح للفيزيكال أهو، يقوم عامل لها وبشة، طلع هنا الأستايل كولين أهو صح. بعد ما حصل الأكشن بتاعه وخلصت، الأستايل كولين هيتكسر لكولين وأسيتيت. الكولين أنا عايزه تاني، هرجعه تاني عشان أدخله في الحويصلة بتاعته. شوف الكولين طالع فوق أهو، حاجة اسمها ريسايكل، ريسايكل يعني إعادة استخدام أوف كولين، والأسيتيت مش عايزه. طيب الاستايل كولين ده اللي هو الكيميكال ترانسميتر هيمسك هنا في الريسبتور اهو، ماسك في الريسبتور اهو، فيعمل لك ريسبونس انترا سيلولار ريسبونس، اتحد في الريسبتور اهو. الصورة دي تحفة جدا يعني. نبص على الرسمة دي، الرسمة دي جميلة جدا. بص يا معلم،
برضه نفترض ان في اكشن بوتنشال جاي اهو، ده النيرف تيرمينال، اكشن بوتنشال جاي اهو، حصل اكشن بوتنشال، يقوم داخل الكالسيوم، كالسيوم دخل هيلاقي في فيزيكال اهي، الفيزيكال دي فيها كاتكولامين، فيها نور ادرينالين او فيها ادرينالين، يقوم عامل وابشه ليها فطلع النور ادرينالين اهو. النور ادرينالين ده ايه؟ بنسميه كيميكال ريسبتور. الكيميكال ريسبتور ده هيمسك فيه الريسبتور اللي هو الفا او بيتا على حسب ما انا عايز بقى. المهم بعد ما عملت الاكشن بتاعي، خلي بالك في الالفا 1 احنا قلنا الفا 1 تبقى بوست، ده البوست ساينابس وده البري ساينابس. الفا 1 بتبقى بوست، الفا 2 كانت بري ساينابس وكانت بتعمل نيجاتيف فيدباك. شوف الالفا 2 فين. طب انا النو ادرينالين ده بعد ما يشتغل على الالفا 1 دي وعمل الاكشن بتاعه وخلصنا الحوار بتاعنا وعايز اوقف الدنيا، يقوم شويه رايحين مشغلين الفا 2، يقوم عاملين انهبيشن للرابشر تقلل خروج النو ادرينالين. فالرسمه دي عظيمه جدا يعني بدون مبالغه. طيب بعد ما خلصنا النو ادرينالين عايز اعمل له ري ابتيك تاني، عايز اتخلص منه. من 50 لـ 80% هتخلص منهم بالري ابتيك تاني، اقوم واخدهم تاني مدخلهم جوه النيرف اندنج، وشويه هيحصل لهم ديفيوجن وشويه هكسرهم بالكومت وبالماو. طيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.